زازا، أنا أكثر حكاية أثرت فيك برشا كي سمعتها من عازف أو من فنان في الوضع الصعيب والظروف الصعيبة ديكا؟ زوز وش أقولك، ثلاثة هاي من الأخ. الأكثر أحكي لي. عنا زميلة مريضة مرض خبيث خبيث، لازمها دواء كل شهر، كل شهر دواء، يعني كل شهر دواء منيش تجيبه. عاون 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 ما حادش زنقة وقف بالهارب، راهو دواء راهو مش خصيص. زميلة عقلت كهرباء نتاعها، عقلت كهرباء نتاعها ما عرفش بقى فيها حد شهيرة. يعني سنين ربي تدفع في الأخير عقلت كهربتها خاطر ما خدمتش. تم شكون حق الضوء وعنده صغير يلم فيه باش يرجع الضوء، أبسط الحاجات هذوما الضوء. فما شكون باع الآلة الانسترومون؟ اي باع وباع الانسترومون. فما شكون خرج للشارع؟ فما شكون يقول لك كيفاش يهبط يخدم اللي يجي ولا هذا الفنان؟ تجي تقول له اخدم اللي يجي، راهو فنان، تخلق باش يكون فنان. هذه اول حاجه. ثانيه حاجه، تشي حتى تخدم مع ستم.